السلام عليكم الناس الكل، معكم اليوم احمد كابو كالعادة في فيديو جديد. اليوم نتقابلوا في فيديو فلوغ سلاش ابديت سلاش اللي تحب انت تسميه. اليوم باش نحكي عشان والفوتور نتاعها من بعد يعني بعد الايام الجاي. سو اذا كان ما في بالكش فاينلي باش نشري بسياب سي اوردرد من عند اس بي اس، وان شاء الله نهار السبت ولا لحد يكون عندي. سو هذا يا معنا باش نشري بسي كما وعدتكم قبل، باش يصير كابوز وورد ابيزود 4، يعني باش نرجعوا للسيري بتاعنا كابوز وورد، ومن بعد يرجعوا ليزيبيزود كيف باش ننظموا البيت وكيف تويكا باش ندخلوا في الكوتي استيتيك كيبل مانجمنت لي بوستير لي ديزاين اللي باش نحطهم الفازات اللي باش نعملهم لي ليد، كل شيء باش يكون في السيري كابوز وورد. سو ستي تيوند بالنسبه للموضوع هذا. ثاني حاجة هي الريفيوز، باش يجوني قطايع من عند ازوس، باش يجوني قطايع من عند ام سي، من عند اداتا. ديجا جاتني لافير ميديا لايف جيمر اكستريم، هذا اش معناها؟ معناها باش نجم ريكوردي دي فيديو 60 اف بي اس، يعني لي جيم بلاي من اليوم معناتها ملي يجيني البي سي معناها بلي يكمل السيت اب باش يوليو 60 اف بي اس. دونك هذه معناها ميجر ابجريد في الشين وفي الكاليتي، يعني للعباد اللي تحب لي جيم بلاي 60 اف بي اس. انا توي كابل بي سي جديد اللي هو باش يكون اي 7700 كا، يعني 6700 كا 24 ولا 6 جيجا رام، ما زلت ما نعرفش خاطر بالنسبه لي باش الفلوس معناها باش ندفعهم على البي سي من عند السبيس يجيبوا لي 8 جيجا، وبالنسبه لاداتا باش يبعثوا لي دو باريت اداتا اكس بي جي زد 1 باش يكونوا في البي سي. دونك التوتال باش يكون 24 جيجا، مي بالنسبه كوتي استيتيك باش يكون خايب خاطر باش يكون عندي كورسير فينجرز والاداتا مع بعض، دونك الاكثريه باش نحي الكورسير ونبيعها ومن بعد نكمل نشري بفلوسي دو باريت اداتا زد 1 اكس بي جي نهار منين نجيبهم. سو هكايا باش تكون كوتي استيتيك نتاع البي سي مزيانه. بالنسبه للكارت مير باش تكون ام اي سي زد 170 ا، وبالنسبه للكارت جرافيك الله اعلم اسكو ازوس باش تعطيني جي تي اكس 1070 ولا لا. الى حد الان ما فهم حتى شيء كونفيرمي، اما بور لو مومون البي سي نتاعي من غير كارت جرافيك ما نعرفش اذا كان باش تصير حاجه من عند ازوس ولا لا، اما تويكا من غير كارت جرافيك يعني بي سي جوست واخذو للخدمه للي فيديو، ما زلت معناها كجيمنج حد يحد اللول معناها شويه ديجا نيفويت راني معناها عجبتني شويه الايامات هذيا، ممكن معناتها باش نولي نلعبها ببي سي جديد، اما بور لو مومون الجيمنج مازال على البي اس 4 مازلنا ما تبدلناش، بي سي جديد جيست للخدمه للمونتاج للافتر افكتس وهذايا الكل. دونك وفينا تويكا موضوع البي سي نزيدو زاد عندك 240 جيجا اس اس دي، بالنسبه نتعرفوهم معناها العباد اللي قدام في الشين يعرفوا عندي دي اس اس دي من عند اداتا. بور لو مومون البي سي باش يتكلف في دورته 2 ملايين ما غير الكارت جرافيك، سو مليون و 900 مليون و 800 في الزونيك يا بريسك. الكارت جرافيك دونك نستناو برا، اذا كان زدت لمت فلوس نولي ناخذها انا اللي حكايه مستبعده برشا تويكا خاطرني ساي منتف، ولا نستناو سبونسور ولا اي حاجه باش يعطيوني ان كارت جرافيك باش نلعبوا بها. دونك هذه تويكا تعدينا موضوع البي سي، تعدينا موضوع كابوز وورد ولي ريفيو. تويكا مازال سيري كبيره باش تصير نتاع فيفا باش تكون اسمها اربح الكابو، دونك سي انونسي سي باش تكون سبونسوريزي من عند جيم مانيا، وباش نجيبوا فيها دي يوتيوبر ودي فان ونحكي لكم على الكونسيبت في التريلر الجاي اللي باش يجي في الايامات الجايين، باش يجي فيديو كابوز وورلد كما قلت لكم، باش يجي دي ريفيو. سو حضروا رواحكم برشا فيديوهات جايين، مش خاطرني ما هبطش في الايامات الفايته معناها سي اختفيت، بالعكس انا هذا الوقت الكل كنت نعمل فيه على خاطركم. ديجا انا نصرف في بيسي الزملايين بخلاف انه ليلي صحيح وكل، اما في الاخر كما شفتوا ما صرفتش على الكارت جرافيك، صرفت على البروسيسور باش يبوستي لي الوقت نتاع الخدمه، هذا الكل باش نهبط لكم دي فيديو خير. سو اذا كان تقدر المجهودات اللي نعمل فيها حط لنا لايك، اتس سو ماتش ابريشيتد، واذا كان تحب تشوف كونتينيو كيما اللي قلت لكم عليه ما تنساش تحط سبسكرايب اللوطة وكومنتير باش تشاركني معناها الراي نتاعك في الكونتينيو نتاع الشين وشنو تحب تشوف في المستقبل. anyways ان شاء الله عجبكم الفيديو، keep supporting me and us as a group as Tunisian gamers. شوفوا الباج ديجا قاعده الصاروخ طالعه
السيت زاد قاعد يركح. سو برشا حوايج جدد بالنسبة لجروب تيوزين جيمرز وبرشا وبالنسبة لي. سو ستي تيوند جايز، انت يا جايز في فيديو جاي. تشاو.